الحصان ام ان جي. شاء الله. زي ما انت شايفين جماله يخطف النفس، ده اللي حصل لي بالظبط وانا اول ما شفته. عليه وقفة شموخ ووقفة ودن كده غريبة جدا، يحسسك ان هو يعني حس ان هو ملك، حس ان هو قائد وزعيم وقوي قوة لن تتخيلوها، وكمان سريع جدا سرعته زي الريح. هتشوفوا الكلام ده دلوقتي لما نعرضه، وقلت لهم على طول عايزين بقى ايه ندخله مانيج، ولكن في الاول نوريكم كده جزء من قوته. ما شاء الله. قوي جدا وعنده عنفوان جامد، تحس كده ان انت معاك هايلمان. الموضوع كبير. والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتح.